يوم رانا رايحين نلقاو بلاك كروكوتون. ليش كوزينيير بروفيسيونيل ولا جيتنا نتعلم عند مرت خالي؟ ميرسي ديجا حبيتي تكوني لا بروف ديالي، سي ديجا بوكو. بغيت رانا نبداو كيما قلت. السلام عليكم جديد، ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير. الزلفلاون استمع، ان شاء الله فيديو تاعي تاع اليوم يلقيكم بخير وعلى خير. حبيبتي اللي دخلت معنا جديده، نرحب بك حبيبتي، واللي مازال ما اشتركتش في القناه تضغط على زر الاشتراك هكذا باش يوصلك كل جديد الوصفات. كما راكم تشوفوا في اول الفيديو، لينا اللي هي بنت لوستي، يعني جوني زيارة هي ولوستين، إن شاء الله يعني تجوزنا نهار بزاف شباب، وحبوا نطيب لهم بركوكس، ولينا تحب بزاف بركوكس. هنا طيبت بركوكس، هذه المرقة تاعو، يعني سبق ودرت معكم وصفة البركوكس، راح نخلي لكم الرابط أسفل الفيديو. بركوكس اللي درت في هذا اليوم درته بالسلق البنات، وحبيت نديرو بالكابويا، بصح ما يعني ما لقيناش الكابويا، ما عنديش كابويا في البيت، واش يعني عوضت الكابويا بالعدس الاحمر، يعني بالعدس هذاك الاحمر، حطيته غسلته مليح وحطيته داخل المرقة مع لوبيا تاع القبايل، مع يعني يعني الخضروات اللي عندي كامل في الفريجيدار حطيتهم. وزدت كما قلت لكم، غسلت مليح السلق وقطعته يعني صغير هكذا كما راكم تشوفوا. حطيت كلش داخل الطاجين بهذه الطريقه، مع الحمص، مع اللوبيا هذيك اللي سبق ودرتها معكم تاني في البركوكس يعني تاعي. يعني درت هذا الميلانج، عطالو بنه خاصه وبنينا، ان شاء الله البنات تعجبكم. بقاو تشوفوا كامل الكواليس، والفيديو كما قلت لكم في العنوان ما فيهش مونتاج، بقاو معنا راح نولي لكم من بعد. انستغرام كتبني لي ميساج وما دويش حاسبه روحك وكا 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 على كان لا فيديو انستغرام من لا ستوري خلاص انا كافي بنيش لا ربح ولا يسهل ايا بالك ملي كنت حاجه غير خوا نتفع لي ميساج لي ميساج لي ميساج ومن بعد لي جوغل على كابتشور ديكرون لي ميساج نير وصلنا على كلاس ستوري سنين كومو جادور سا حسينا كيف الحباك دا زيد 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 زيدو زيدو ومن بعد خوك بلام ما تفت لعب زنيا ام دينين وي حس بروح كوكاكا مي على لاس ستوري اذا شي داير او فغي كتبت هكداك باش كتشوفيني تريبون عم ريبوندير ماشي المحرمة كون ندير ماشي شي با يستغى بلعب لا بلعب هذه هي لينا اللي تحب تقصر وتحب تضحك وخفيفة الروح. هاد الطفلة بزاف هايلة البنات، بنت لوستي يعني ما شاء الله عليها. هي كانت تحكي لي على انستغرام ديالها وعلى لي فان ديالها اللي دخلوا لها في الانستغرام، وكانت تحكي وتعاود وتقصر وتضحك، يعني بزاف هايلة هاد الطفلة. هنا البنات درت مع بركوكس ديالي كما راكم تشوفوا، راني يعني دهنته بزيت الزيتون، وحضرت ثاني عصير القارص اللي سبق ثاني هو درته في القناة، رايحة نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو اللي ما شافش هذاك العصير، يعني كاين بزاف مشتركات تدخلوا معنا جدد بالك ما شافوش هذاك الفيديو. هنا بركوكس ديالي بعد ما دهنته بزيت الزيتون، راح نضيفه للمرقة ديالي من بعد ما فورته، بيان سور لازم نفوروه قبل ما نديروه في المرقة. بركوكس علي لي شا لا لا لي زيمونسيون راهم يطلعوا سي الميور بلان موند باينه. تحبي بركوكس؟ حلو ماشي برك نحبو نموت عليه، هذه لاباز تاع الحياه.
مهرسة والله نيكلون نورمال في رمضان في العيد بختو نابورت كيل مومون على 14 صباح ثاني والله العظيم ناكلو نورمال. لا حنا ناكلوه في وقته تلمو بزاف نعشق فيه كيما في الصيف ما نقدرلوش انا في الصيف ناكل انا نقدر له. اليوم رانا رايحين ايوا كوكوتات العيد تاع ليلي اليوم الجور تاع العيد بركوكسي بركوكسي اليوم نزيدو البوا ومعليش واش تزيدي كالوري تاع الزيادة هذوك تاع لا جونتيس ماشي هذوك تاع ماشي ملاح ما نروح نديرو سبور ومن بعد اي فوالا صحتكم ميرسي يا زيزي بكا تصرف تماما هنا هكا بالكوكس هكا بالكوكس سميع فوالا Officiel. فيديو تاع اليوم برعاية ليلي ليلي لا ستارز مرت خالية ميرسي ديجا حبيتي تكوني لا بروف ديالي سي ديجا بوكو بغيت رانا نبداو كيما قالت لي بثلاثة كيسان تاع الماء واحد زوج اي تخوا اوكي صافا قالت لي نديرو مغرف تاع ما نكذب لكمش ما على باليش راه مغرف ماشي مغرف ما صغيره مغرف كبيره ما على باليش واسمو ما نقدرش نقول لكم خميرات الخميره الخو ما نعرف خميره تاع الخبز خميره تاع الخبز ومغرف تاع سكر ماجي هذيك صغيره ديرها كامل هذاك كامل كامل سميري سميري فيك ما حبش تحرك تطيح تطيح ديرك ده ها اوكي خلاص كاس اوكي بون غاسلين ميلونجي روح من بعد نزيدو مغرف تاع ملح ماشي معمر بالليحه ماشي بزاف وراح ملا اوكي واش تزيد نورمالمون زوج تاع سمين فوالا سي سا واحد سي لي دوزيام لي دوزيام فوالا بون دابا نو نو سي واش دير الفارينه شحال وزرا ما تشفيت زوج راه ارنو اوكي صافا دابا لي بغيت تخرج لي مليحه نشوفو لي ريزولتا قولوا لي لا بنتي كي تاكلوها ماشي هكذاك كير بالكاس بالكاس زوج قتلكم قتلكم انا خاتيني لا كوزين 18 سنه وما نعرفش ندير هكذا مليحه فوالا فوالا بون هذه لا فاني اون كويير اون كويير دو فاني تك 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 زعما لا بيان انا نلعبو في لا كور دي غران
La levure. Juste un tout petit peu de levure. La levure chimique. Chimique. Voilà. حال كي قبل زعما تعرفوا صافا هذا انا على بالنا واش نديروا لنا زعما زعما كاحد بروفيسيونيل لا لا بروفيسيونيل حنا دير كم بعد نشوف ولا نزيدو في الماء ولا لا اوكي نسينا الحبة تحت واو على بالي ما نعرفش ندير مي ماشي ما تقولوا لي لا كيسيون تعرف تكسر بيضة لا كومام فوالا برافو ليلي ميرسي تو درنا بيان هيا خلص ماي جاد امي سي دو سبور دير لي برا بهاد لا ماشين لا لا جيت عندنا قهوة من بعد مع ماما وخالي وانتي وكاع 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 اون فو بريباري اون اسيت فيه الكاطو كوم سا هذا الكاطو اللي درت في العيد يعني بقى لي شويه برك ماشي بزاف البركه في القليل نقول لك فوالا اون فو ميتر دي بتيت كاطو نجيبو كسره مليحه فوالا وهذا الكاطو اللي جبت لي لوستي درناه مع باز دي وماما كان وي باش تشوف الصباح واش درت انت الكاوكاو اللي الفوق انا نقول لك واش درت الضحك هي درت كل شيء كان وانا الاولى اللي درتها كليتها انا هذا هو شغلي ما ولا لقيت وانا ناكل على بياس قصيتك مي قعدت معاها كنت نعاونها مسكينه لا لا مي بالهضره برك اوكي فوالا انا شغلي ناكل ونقصر برك اوكي اي بتي تارت ديال بون هيك هذا تشد شويه بلاصه نديرها مع هكا لهنا ديري في الكوتي وحده فوالا اسنا درني هذا هنا كم صح فوالا هذا ديره في الكوتي وحده زيد زيد جبنين يعني بزاف بنين بزاف بنين انا سي الكاتو كو جو بريفير هذا بيان سور بعد تشارك المغبر وبعد الحلوى الصفراء و فوالا بعد ندير لهم البنات حلوى الصفراء اذا حبيت نجي نعاونك بس هذيك سي الكاتو كو ديالك كو جادور اه وي فوالا ندير شويه المغربيه المغربيه هذا واش بقى بركه في الخيام نقول لك نزيدو هكذا ما نبغيش واش سمعو مشوك مشوك جرب ترش تاع التحوت سي با سور تخرج لي بيان دو بيان دورا وكاع مي بون نشوفوا الكوارث تاع ليلي فوالا ديجا فوالا شويه برك شويه برك ما تزيديش بزاف هاي هاي اي با برافو واو جي ريسي سلاك في الطوينه بلا انا با دي بروفيسيونيل ثاني اسمحوا لنا ماما ما طابت هنا ماما لا حيان 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 اسمحوا لنا اتنتعرف البغرير اتنا راه مسكوب الله يبارك قدروا تلولوا لي لا تلولوني ان تي بو دو مارغارينا ماما ماشي سي با ان بلاسمون برودوي مي اون ا في لا مارغارين ماما ماني ماني باش تشوفوا برك خاطر صح فوالا البنات هذا البغرير علينا جاها ما شاء الله يعني اول مره دارت البغرير عندي في البيت وجاها متقوب شباب بنين هذه هي وجدنا القهوه والحليب كما راكم تشوفوا وحطينا فوق الطبلة وشربنا قهوتنا هذه هي وحبيت هنا البنات تشوفوا لوستي هنا يعني كي كنت انا ولينا في المطبخ نديرو في القهوة هي كانت في لاتيغاس قاعدة وتكمل يعني في الصوف ديالها راهي توجد شوية حوايج هكذا صغار الوليد لوسي ولا وليد السلفتي
اللي جبناها يعني عروسة العام اللي فات، زيدت ولد الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. بالمناسبة نقولها كل شيء مبروك، العقوبة إن شاء الله يكبر في عز باباه وعز يمه إن شاء الله. يعني عندنا مولود جديد في العائلة، ولوستي راهي توجد له يعني شوية حوايج هكذا لشتا، الله يكثر خيرها وإن شاء الله يدوم قعدتنا إن شاء الله. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، إن شاء الله البنات يعجبكم ونحيتوا على خاطركم مع لينا. ما بقى لي غير نقولكم ما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعة، وإلى الملتقى مع فيديوهات واحدة أخرين إن شاء الله. سلام.